حسن شريف شعبان نروح نستقبله. تحياتي ليك احمد، تحياتي ليك محمد، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب باذن الله القمه 120 تكون من نصيب النادي الاهلي، يا رب باذن الله يكون الثلاث نقاط جداد يضافوا الى رصيد النادي الاهلي عشان يقترب خطوه كبيره جدا من حسم اللقب المفضل للنادي الاهلي من داخل استاد القاهره الصرح العظيم. طبعا يمكن كان ليا لقاء سريع مع اللواء علي درويش والاستاذ وليد عبد الوهاب عن اجراءات دخول الاستاد، وبالفعل كان دخول الاستاد ولا اروع ولا اجمل لكل الاعلاميين. يمكن دخولي للاستاد كان بسهوله ويسري كبير جدا، الاجراءات الاحترازيه حدث ولا حرج، الاجراءات الاحترازيه من جانب النادي الاهلي الاستعان باحد العاملين لتقييم تعقيم طبعا غرف الملابس ودكه البدلاء والممر، واستاد القاهره ايضا استعان ايضا برضو ببعض العاملين لتقييم برضو نفس الاجراءات. الاجراءات الاحترازيه قويه جدا من جانب الفريقين ومن جانب طبعا مسؤولي استاد القاهره. باذن الله يا رب يكون اليوم من نصيب النادي الاهلي. لو حبيت اقول لك تشكيل متوقع للنادي الاهلي وليس رسمي، تشكيل متوقع هيكون الشناوي في حراسه المرمى، اثنين سردباكات ياسر ابراهيم وايمن اشرف، على اليمين محمد هاني وعلى الشمال علي معلول، ثلاثه في وسط الملعب ديانج والسوليه وحمدي فتحي، واثنين قدامهم اجاي وقفشه، وفي الهجوم بادجي. يمكن اخيرا البعض اتكلم عن ان اتحاد الكره المصري النهارده مؤمن زكريا هيكون ليه ممر شرفي بين فريقي الاهلي والزمالك، وهيكون هو صاحب ضربه البدايه. تواصلت مع احد صدر او احد المسؤولين في اتحاد الكره المصري وقال لي احنا كنا بادرنا بهذه المبادره طبعا في السوبر مباراه الاهلي والزمالك، ولكن الحاله الصحيه لا تسمح ان مؤمن ينزل يعمل ممر شرفي الان ويعمل ضربه البدايه، ولكن هيكون باذن الله بنحاول يكون متواجد في مقصوره استاد القاهره. يبقى كل الناس اللي بتقول مؤمن هيكون متواجد في ممر او هو اللي هيسنتر السنتره النهارده كلام عاري تماما من الصحه، وذلك طبعا حرصنا على المظهر وشكل مؤمن زكريا. نتمنى له يا رب السلامه ويرجع للملاعب يكسر الدنيا من جديد زي ما عودنا. دي كانت اجواءنا داخل استاد القاهره. عوده لكم من جديد، اتفضلوا. شكرا زميلنا شريف.